يا عيال هذا ايش عنده هنا؟ يعني غبنا كم يوم ورحنا وجينا، الاقيك ماخذ المكان وتبسط فيه؟ انتم مين؟ احنا حاجزين هالمكان لناس فيه نبسط فيه نترزق الله، سافرنا كم يوم نلقى لك متكي البجيع. اهدى من كذا، ارض الله واسع وحي المكان. اقول بس لا يقدر، يلا سيب عرسك وروح وانتك من هنا. والله ما تحرك من هنا ورا سيف طويل، روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. والله انا مشيت طارق، وانت ما تشوف الدرب، امشي. يا ابن الحلال اقول لك جرح اللي بان من عقب الفهاني وانتهى ربعي وانا منهم وهم ودي لا شد الحزام يا رجال.